لدرجة إشكالية. رفع نسبة التمهين في المؤسسات الاقتصادية إلى أزيد من 70% من إجمالي المتربصين الملتحقين بها هو ما يهدف إليه قطاع التكوين المهني كآلية ناجعة لتشغيل الشباب. التكوين عن طريق نمط التمهين، بمعنى اشتراك المؤسسة الاقتصادية والمؤسسة التكوينية في تكوين الشاب وتأهيله حتى يصبح قادر على الشغل بشكل أمثل. هو آلية حقيقية لمكافحة البطالة. ومكافحة البطالة هنا ماذا نقصد بها؟ نقصد بها التشغيل في المؤسسة الاقتصادية التي يتكون فيها، أو أنه راهو شاف وش معنى مؤسسة، راه شاف الإيجابيات اللي يمكن تمنح حاله، وبالتالي لا يتردد في أنه يستحدث مؤسسته الخاصة. ضرورة تطوير منظومة التكوين بتعزيز مكانة التمهين هو ما تناوله المشاركون في ملتقى حول الموضوع بإشراك مختلف الأطراف الفاعلة لبناء رأس مال بشري يستجيب لاحتياجات القطاع الاقتصادي. فقطاع الصناعة حاليا يشغل ما يقارب 1.5 مليون عامل، وهذا ما يبرر احتياجه الكبير للتكوين، إذ تشير التقديرات المعبرة عنها من طرف مسيري المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة إلى أكثر من 40,000 منصب التي يمكن لقطاع التكوين المهني أن يوفر لها برامج تكوين مناسبة على المدى القصير. La période entre 2012 et 2020 exactement, nous avons formé 647 apprentis. في 647 هذون حوالي 50% درنا ريكروتمون تاعهم مباشرة. الملتقى الذي جاء لتقييم التمهين كنمط تكويني وبحث انعكاسات أطوره التنظيمية على الوسط الاقتصادي عرف مشاركة ممثلين عن أزيد من 200 مؤسسة اقتصادية.